الفرجة اللي احنا بنجيب منها اللعيبة قفل المربعات اللي فيها الصح دي، انا لسه شغال فيها والله لسه، يعني انا ما خلصتهاش لسه، بقى 12 يوم في السيزون او 11 يوم. استغلهم كويس يا جماعة، ما تفوتوش المربعات دي، كل مربع هتاخد منه جايزة، فحاولوا ان انتوا تستغلوا المربعات دي لان الجوائز بتاعتها هتفرق معانا في السيزون الجديد جدا. كل باك بتاخدها من المربعات دي هتتفتح لك في السيزون الجديد، ممكن تبدأ بداية كويسة، بدل ما تبدأ 85 ولا 84 ممكن تبدأ 90 95، ممكن توصل ل100 لو انت اجتهدت وقفلت. بالنسبة للتقييمات، ناس كتيرة بلاها منزلة بوستات تقييم تقييم تقييم. طب انا هقيم الفريق على اي اساس؟ انت راجل دلوقتي بتحط صورة فريق اوفر 100 ولا 110 ولا 115؟ انما انت لو راجل بادئ من بداية السيزون يا عم، في ناس عدت ال200 وفي ناس عدت جابت 190 و230 وارقام فوق قوي، فانت هقيمك على اي اساس؟ انا ممكن اقيمك كتشكيل، ممكن اقيمك كاسامي لعيبة موجودة في الملعب. يعني لما الاقي عندك الدفاع مثلا في مالديني، في راموس، انا عندي واحد زي مينا ده تعبان، يعني ما اقيم ايه فيه؟ انا ما بحبوش، ومش وقت تعديلات. يعني مش وقت واحد يجي مثلا عنده يقول لك ايه تعديل، مفيش وقت للتعديل، انت 10 ايام وهنخلص، يعني 10 ايام وهنبدا سيزون جديد. يا جماعه ملوش وقت التعديل، الفلوس اللي هتصرفها انك تجيب لعيب وتحطه مكان لعيب، اشتري بقى لعيبه زود بيها الرنكات، الماركت فاضل له يومين او ثلاثه بالكتير وهيتقفل، فندور على حاجه لمصلحه الفريق. انا اهم حاجه عندي الاوفر، انا هاخد جوائز على الاوفر، مش هاخد جوائز على اسامي اللعيبه اللي معايا، مش عشان معايا راموس ولا رونالدو ولا ميسي هاخد جوائز عليهم، لا، انا هاخد جوائز على الاوفر بتاعي، نزود الاوفر ونستغل الفلوس اللي معانا صح. اتمنى يكون الشرح سهل وبسيط، اتمنى كمان تعملوا لي سبسكرايب ولايك للفيديو لو عجبكم طبعا، واستنوني في فيفا موبايل 19 ان شاء الله. سلام.